يطول عمرك سنة. تفضل الشاعرة ديالنا، عندك شي اقتراحات؟ عندي اغنية ديالي واحد الصيلة ديال الطاطا نبداو بها. جميلة، غنقدموا اولا غندير واحد كيلو ديال الطاطا تكون خاصة بالقلي مهم تلقطام والبعث، وكنديروها جانبا. كناخذ واحد كيلو ديال الدجاج مقطع، اما دجاجة اما كيلو ديال الدجاج من برادو ما ديالو مقطعين كيلو غرام. كناخذ واحد ثلاثة الحبات ديال البصلة يكونوا صغار محكوكين. كناخذ واحد ستة ديال المعالق ديال زيت الزيتون، ثومة ودقوقة، أربعة ديال الفصوص، الإبزار وسكينجبير والخرقوم، إما طبيعي إما نعصرو الحار. ناخذ المعدنوس مقطع وزبدة كبيرة، زبدة معلقة كبيرة وعشرة البيضات وبيتين غرام ديال الفرماج الحمر. طريقة الاستعمال، ناخذ البطاطا تنقليوها قلية الأولى وكنوضعو فيها واحد شوية المعدنوس والثومة وشوية ديال السكينجبير والكمون، وكنحطوها جانبا حتى نقليوها القلية الثانية. فهمتيني؟ كناخذو الدجاجة كنطيبوها طياب العادي، ونحاولوا ما امكن نشحروها مزيان مع البصيله والثومه والمعدنوس بالطريقه العاديه ديال البصيله غير ما نوضعوش فيها الحلاوه، ونحاولوا نحروها شي شويه. ملي تطيب كنزولوا العظيمات وكنخليو الدجاجه جانبا، ناخذوا داك الحيمه الصافي. كناخذوا المهم كان الدجاجه كنحاولوا نطيبوها بزيت الزيتون. زيت الزيتون كناخذوا هذا العشرة ديال البيضات كنضربوهم مزيان، كنديروا فيهم واحد شويه ديال سكينجبير باش نحيدوا هذيك الزفوريه ديال البيض، وشويه قريصه ديال القرفه باش نحيدوا الزفوريه ديال البيض. كناخذوا هذاك الطاوه، ما نديروش الطاوه ديال بنه، الطاوه ديال الحديد غتلصق لينا البيض. غنديروا هذاك الورق السلفيري ديال خاص بالزبده كندهنوه مزيان، لا كان الطاوه ديال الحديد الالومنيوم مش مرسينا نديروا الكاغيط. نديروا الكاغيط ونهنوا ضروري نديروا الورق نهنوا مزيان من القدام ومن اللور. واخا حيت انا جربتها ملي كديري في الطاوه كتلصق الطاوه تكون كبيره ماشي الصيله اللي كتكون غليظه شويه اللي غديريها، وكتدهني مزيان. كنحاولوا كناخذوا ديك البطاطا اللي قلينا وشرمنا قليناها مزيان ودرنا ديك الاقامه، كنوضعوها في الطبقه الاولى، كنديروا شويه البيض. نحاولوا نديروا كل شويه 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 نحركوها مزيان في البيض، ونوضعوها في الطبقه الاولى ونديروا الفخوماج. ونحاولوا ملي نديروا الفخوماج كنوضعوا هذاك الحشوه ديال الدجاج ونديروا فوق منها الطبقه الثانيه نص كيلو الاخر ديال البطاطا. ديال البطاطا حنا درنا غير السقليه انا حبيبه ديالي. وكنديروا الفرماج من الفوق وكنخشيوه في الفران. كتبقينا في الصيله هذاك الحاجه الوحده، غنديروا شويه الحار في هذاك البيض باش تجينا محمره ومزيونه، كتجي لذيذه وتجي الحار. الساندويشات هذا الوليدات كيفاش هذه بحال الصيله بحال شكل ديال التورتيه بالبيض. تبارك الله عليك. كاينه تورتيه اخرى كندير فيها انايا الخضره، كنديروا تورتيه عادي دابا درناها في الصيله، غنديروا تورتيه اخرى. كناخذوا خيزو جزر واحد جوج جزرات، كناخذوا وحده ديال القرعه كنحكوها مزيان، كنشحروها بزيت العود والقزبر والثومه. وكناخذوا واحد ربعه البيضات ولا خمسه وكنضربوهم، وكتجينا ثاني هذه التورتيه بالساندويشات كتجي حتى هي هائله. ايه بالخضره، يعطيك الصحه. بالخضره تبارك الله عليك حنان. يطول عمرك. كاين واحد الحلوه ديال رشبون، الى حلوه رشبون واخا فيها يلا شويه. واخا الحلوه هذه صافي يلا تفضل لما كانت مشكل. حلوه واخا حلوه رشبون اللي كنديرها انا بالبيض المسلوق، الناس كاع كتبغي هذيك حلوه ديال رشبون كيعجبوا الوليدات الصغيرات كتجي شتيه بزاف. كناخذوا نسلقوا واحد ثلاثه البيضات، كناخذوا غير الصفر ديالهم واخا، وكناخذوا نص كاس ديال الزيت ونص ربع ديال الزبده ونسخنينات الحلوه واخا، وكاس لا ربع سكر ديال الثقيل سكر كلاصي. كاس لا ربع سكر كلاصي. كنديروا طريقه التحضير، كنخدموا الزبده مع الصفار ديال البيض مزيان، وكنبداو نوضعوا الزيت بشويه بشويه بشويه. وكنديروا هذاك درنا دابا خدمناهم، كنديروا السكر الثقيل وكنجمعوا كل شيء، وكنبدا نديروا الدقيق على حسب الخليط، كتكون هي رطبه وكتبقى بين وبين ما هي فهمتي رطبه الزور لينا في يدينا. هاد الحلوه ملي تطيب كنديروها في كونفيتير، اما كنجيبوا باستا كنحكوها باستا كنحكوها كنرمدو فيها، ولا كنديرو الكوك العادي اللي كيديرو الناس
ولا كنديروا فيرميسيل ولا كنديروا لوز مهرمش. اييه هي الحلوه هذه الحشيشه كتجي لذيذه مع الكونفيتور والكاك كتجي غزاله وكلشي الناس كتبغيها فعلا. وكيطولي عمر الله يعطيك الصحه والعافيه وكنشكرك بزاف على هذه الاقتراحات. صحه انا نحن ماذا بينا ناخذوا المزيد من الاقتراحات راه غير داخل الوقت ديال البرنامج ومستمعات كيتسناو في الهاتف. وكنشكرك بزاف على تواصلك الدائم. شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك. تحية لكل مستمعات ومستمعي الأوفياء على تشجيعاتهم الطيبة وعلى المشاركات ديالهم على تواصلهم الدائم. وتحية لحنان حني هي المستمعة اللي كانت هذه أسابيع قدمت لنا يعني خواطر على الفوائد ديال البيض بالطريقة ديالها وبالاقتراح ديالها. ودائما هي كتكتب خواطر وكتكتب الشعر وهي مولوعة حتى بالفن اختصاصية في الطبخ والحلويات تبارك الله عليها يعني ملمة بفنون. نديروا مستمعينا فاصل إعلاني ونرجعوا دائما استقبال مكالماتكم الهاتفية في مختلف مدننا وأقاليمنا المغربية. بقوا معنا تشوف دار بيضاء. الو صباح النور. صباح الخير لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا بتواصلك عائشه السعيدي. الله يطول عمرك حياه. دابا مع الوينا دويتي اليوم ان شاء الله على البيض غنعطي واحد الوصفه ديال الفران. واخا ان شاء الله 12 بيضه مسلوقه. 12 بيضه مسلوقه كنفرقوهم على جوج كنحيدو داك الصفر كنخليو على جانب كنقبضو دوك العوينات اللي بقاو عندنا كنخلطو سميتو كنخلطو داك كناخذ واحد الكميه من هذاك الصفر ديال البيض غير نصو. دابا عندنا 12 ناخذ 6 الصفر ديال البيض. 6 الصفر ديال البيض كنخلطو مع الطون مع الطون والبيشاميل. البيشاميل كيكونوا مسمينها بيسا تيبيس. اييه وتنعمرو دوك تنعملو دوك العوينات تحكو عليهم في الماش حمر تنخليوهم تنقبطو دوك واحد المول ديال الفران ديال البديع تناخدو دوك البيشاميل اللي شاط لينا اللي من السما بليزا تيبيس تنخلطوها مع داك الصفر اللي بقى لينا ديال البيض. اييه تنفرشو لداك داك القيع عند البيض وتنسفوهم هكا كلهم كلهم في داك المول اللي غندخلو الفران. اييه صافي كنت هادو هادو كمقبلات هكا خفاف الوليدات هكا زوينين وتنعني كنكملهم تن كاتلينا ديال البيشاميل تنخويو فوق دوك العوينات هكايا تندخلو على طريقة حنان مريم تنكونو مسخرين داك الإناء ديال تحت يكون مسخون مزيان عي كندخلو نحطو فوق داك الإناء الآخر تنسدو الفران 15 دقيقة كنخرجوهم كنحطوهم الوليدات ولينا نيت حنا كبار فعلا بحال كبار بحال صغار. الله يبارك. وداك السيدة اللي قالت لك بغات هادي وصفة ديال الشعر الحرش. أييه ديك الزيت اللي على طريقة حنان مريم. اييه جلدات البيض مع جلدة ديال البنان. اييه واخا عاودي ذكرينا بها. اييه نعطيتها الصباح عاودي ذكري للمستمعات. كناخذوا كاس ديال الزيت ديال هذا ديال العود ديال البلدي كنديروا على طريقة حنان مريم نقطعوا فيه واحد البنانة تنبقاو تنخليوها هكا على عافية مهيلة حتى كتبان لنا كحالت. اييه داك القشور كحالو. اييه كنهزو داك جليفة البنان كنحطو ديك الزويته في قريعة وكنبداو ندهنو بها زعرنا شي واحد 3 سوايع تنمشيو للحمام راه تيقطب. واخا كنشكرك بزاف مدام عائشة السعيدي على تواصلك معنا. شكرا لك بزاف. انا الزهرة من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الزهرة مرحبا. كيداير اختي سناء لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. في نهار كبير هذا والله لم يشد لي. الله يطول عمرك بارك الله فيك. الله يخطيك لينا الله يحفظكم لينا يا ربي امين. حنا وانتم ما شاء الله. الله العظيم الا في الفراش مريضه بهذا الزكام الله ما يكون بس نجرب ويشد لي الحمد لله. غادي نديرو في عيد الميلاد ديالي يعني ان شاء الله هذا اليوم وهذا النهار. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف. ما يكون بس عندك. كنشكرك بزاف على تواصلك معنا واخا انت عيانه ولكن راه هنيت مزيان. الا توانستي معنا راه تنسي المرض. تحلوا لي عيني وتحلوا لي والله الحمد لله. نتمنى لك الشفاء. صحيت دابا والله الا صحيت. الله يبارك فيك. عندي واحد الاقتراح. اييه مرحبا. عندي واحد الكراتان. واخا زوينه للدراري. تقريبا شي كيلو ديال البطاطا نقطع طريفات صغار ونسلقوها. واخا غادي ناخذ لاصوص بيشاميل راه كاع الاخوات يعرفوه. نحطوه جانبا. نشدو كفيته نشحرها مع شويه البصله. اييه والتوابل كلها نحطها جانبا تناخذوا المول ديال الدجاج تنفرشوا لاصوص البيشاميل والتفريشه ديال البطاطا الوسط ديال ديك التفريشه ديال الكفته اللي فيها البصله وكلشي ونعاودوا تفريشه اخرى ديال البطاطا. اييه ونغطيو بلاصوص لاصوص بيشاميل نزيدوا ليه ثلاثه البيضات. ثلاثه البيضات لاربعه. اييه يكون ثقيل لاصوص شويه وغادي نخصوه بدوك ثلاثه البيضات لاربعه البيضات. ومحكوك شويه بشويه الكوزه وشويه البيزار نسمو راه الاخوات عارفين تبارك الله راه هما اييه التتبيله. اييه تنكبو داك لاصوص من الفوق وتندخلها الفران يكون المول غارق شويه تدخل الفران تطيب تجي رائعه.
ايه هذا غراتان والله الا دابا مزيان بالنسبه للعطله الوليدات فرصه نوجدوا لهم هاد الاقتراحات. ايه العشاء ولا في البوتي ولا شي جوج كبير خلاص. انا اختي ايه تفضل الزهره. خوات اللي تتعرف شي دواء لهاد المنزله هذه راه الدار عندي كلها في السبيطار. ما يكون باس ما يكون باس فعلا دابا نزلت البرد. اختي سناء الله يبارك فيك يا بنتي الله يخليك لينا الله يطول عمرك بارك الله فيك الله يعطيك صحتك. بنتي سناء انا راه من الاولات والاول مره شد ليا راني معاكم في الفيس في الفيس وفي كل شيء. ايه مرحبا والله العظيم شكرا لك بزاف. ما يكون بس عندك الزهره وانا غادي نهديك واحد الزهره انا نهديك واحد الاقتراح من بعد اقتراح غنائي ديال الرقاده ايقاعات ناشطه ان شاء الله غادي تصححي وغادي تفيقي واخا. يلا بالصحه والراحه وما يكون بس عندك الزهره. الله يبارك فيك شكرا لك. ولا الطاقم رائع تبارك الله. يا ربي امين يحفظكم. يا ربي امين شكرا لك. السلام عليكم. العفو. الله يبارك فيك. صباحك مبروك الزهره. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. الله يبارك فيك. إذن مشكورة الزهرة على تواصلك معنا وعلى كلمتك الطيبة. ونأخذ مكالمة أخرى مشو عند حبابنا في الرشيدية ومعنا حنان على الخط. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام حنان. كدايرة لاباس عليك أختي سناء؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كدايرة مزيان؟ كل شيء على خير. لا لا يخطيك بارك الله فيك. إلا سمحتي بغيت نشارك معكم أيه. واحد الاقتراح. تفضلي. ديال المدفونة. المدفونة أييه. المهم كندير العجينة العادية واخا ندير شويه ديال الطحين القمح مع الفرص. ايه القمح مع الفرص واخا. كنديروا معاه شويه ديال الملح شويه ديال الخميره كنخلطوهم بالماء. ايه منو كندلكم مزيان. تفضلي. ايه حنا معاك. كنخليوها تخمر. حنان كنسمعوك تفضلي. من بعد كنمشيو للفشوه. ايه كنقطعوا الحيمات صغار ورقاق واخا. كنديروا شويه ديال الشمه باش نسمها غير شويه. كنفردوا البصله وشويه ديال المعدنوس شويه ديال النوى. ايه كنهرسوه معاها واخا. كاين اللي كيبغي يديروا كيرطبوا كيقشروا كاين اللي كيخليها هكاك بقشوره. كيبقى اختياري على حسب كيفاش بغينا. على حسب المستعمل واخا. كندير جوج البيضات مسلوقات معاهم كنقطعهم تفاهم صغار. كندير التوابل البزار الكمون والفلفله الحمراء شويه ديال الملحه. ايه وكنخلطوا كلشي مزيان. من بعد كنرجعوا للعجينه ديالنا اللي خلينا تخمر كنقسموها على جوج. كنديروا كنقرصوا الكره الاولى ديال العجينه. اها وكنعمروها بهذيك الحشوه اللي درنا من قبل. الحشوه مع طريفات ديال اللحم. اها كنقادوها مزيان. من بعد كنردو عليها الكره الاخرى. وكنقادوها كنجمعوها في الجناب. ياك وكنديوها للفران. ايه حنايا هنايا في الرشيديه كنديوها للفران. ولكن على حسب اللي كيديرها في الدار وكيطيبها في الفران العادي. ايه واللي حداه الفران ديال البلدي ديال الحومه هي تجي احسن. بالنسبه للمقادير بالنسبه للمقادير على حسب الانسان شنو بغا يدير. يعني حنايا لكن هي معروفه مدفونه في الرشيديه وفي النواحيك ديال زاكوره ونواحي الجنوب معروفه بطريفات ديال اللحم ياك. ايه وكنديروها كبيره بزاف. ايه كتكون يعني كبيره. واللي بغى يديرها صغيره ماشي مشكل. وشكرا. الله يبارك فيك. حنا اللي كنشكرك اللي ذكرتينا بهذا الشيء وراه يعني ديال الجنوب 100%. بغيت نقدم تحيه. ايه على راس العين تفضلي نختموا بها. لا سمحتي بغيت نقدم لعائله بيان كاملها تحيه كبيره في كاع انحاء المغرب. كنقدم تحيه لاختي رشيده اللي في خريبكه وصحاباتي بشرى ونسرين.